مشاهدينا، نحن نرى هذه الصور الحية والمباشرة من وسط بيروت بعد أن تم نصب طبعا رمز للثورة اللبنانية. هذا النصب كان أحرق في ساعات الصباح الأولى، وتم صناعة طبعا هذا النصب الجديد ليرمز للثورة اللبنانية. إذن مشاهدينا، نذكركم أن هذه الصور حية ومباشرة تأتينا الآن من وسط بيروت بعدما تم نصب مجسم الثورة اللبنانية الجديد. إذن في وسط بيروت كان هناك مجسم آخر أحرق طبعا في ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم، ما دفع بالمتظاهرين وبالحراك في لبنان لصناعة مجسم جديد، وقد تم نصبه قبل قليل في وسط بيروت.